بكم مشاهدينا من جديد، والتغطية مستمرة للتطورات في السودان، ونتابع هذه الصورة المباشرة التي تأتينا من الخرطوم، حيث تتصاعد أعمدة النيران في وقت نفت فيه القوات المسلحة السودانية استيلاء ميليشيا الدعم السريع على أي من مقرات القيادة العامة، كما أكدت تعرض برج القوات البرية للحريق نتيجة لنيران الاشتباكات، وأضافت أنه تم السيطرة عليه. كما أعلنت القوات المسلحة اقتراب النصر على ميليشيا الدعم السريع، مضيفة أنه تمت السيطرة على أكبر قاعدة لميليشيات الدعم السريع في كرري جبل سركاب. كما أكدت أيضا القوات المسلحة السيطرة على 35 عربة لاند كروز من ميليشيات الدعم السريع، وتمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات ميليشيا الدعم السريع المتمردة بمدن بورت سودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوكلي ومعسكر كرري بشمال أم درمان. شن الجيش السوداني ضربات جوية على معسكر تابع لميليشيا الدعم السريع بمدينة أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم، كما أيضا سمع دوي إطلاق نار في مدينة بورت سودان المطلة على البحر الأحمر. هذا وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات منذ أمس إلى 56 قتيلا على الأقل، من بينهم عسكريون و 595 مصابا في مناطق الخرطوم وأم درمان ونيالة والفاشر. وذكرت اللجنة أنه ما زال من الصعب تحديد إجمالي الضحايا بسبب قلة المعلومات الواردة من المستشفيات جراء الاشتباكات المستمرة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم مراسل القاهرة الإخبارية محمد إبراهيم. محمد، بعد التحية، ضعنا في تطورات الأمر حاليا في الخرطوم مع انتهاء توقيت الاتفاق الخاص بإنشاء الممرات الإنسانية التي تم التوصل إليه بمقترح أممي. نعم، حتى الآن الاشتباكات ما تزال مستمرة هنا في الخرطوم، من حين لآخر نسمع ذوي انفجارات في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يعني أصدر بيانات وأفاد بأن هناك تقدم كبير ميدانيا بعد أن سيطر على عدد من القواعد التي كانت تتبع للدعم السريع. وأيضا في البيان تحدث عن أن الساعات القادمة ستكون هناك أخبار سارة. في وسط الخرطوم الاحتجاجات أو الانتباكات حتى الآن مستمرة بحسب المصادر، الاشتباكات تدور من حين أيضا لآخر في منطقة السوق العربي المجاورة للقصر الجمهوري وأيضا تجاور مقر قيادة الجيش، لكن هناك سيطرة كاملة في تلك المناطق لقيادة الجيش. الجيش السوداني نفى هناك معلومات كثيرة تفيد بأن الدعم السريع يعني سيطر على عدد من المرافق، لكن نفى هذا الأمر وتحدث عن أن السيطرة هي للجيش وهناك سيطرة لعدد من الأماكن في الولايات من بينها بورت السودان والقضارف وكذلك أيضا كوستي المنطقة المداخمة لدولة جنوب السودان. هناك عدد من المرافق كانت تابعة للدعم السريع يعني تم الآن في قبضة الجيش السوداني. المصادر تشير إلى أن هناك عدد من الجنود في منطقة كوستي كانوا يدفعون للدعم السريع، الآن أعلنوا انضمامهم للجيش السوداني. وهناك أيضا معلومات تفيد بأن هناك منتدبون من قبل الجيش للدعم السريع عادوا إلى أحضان الجيش السوداني. نعم. الآن هناك يعني كما يبدو التقدم كبير
في صفوف الجيش السوداني. نعم محمد، ابقى معي، سنذهب الآن إلى مؤتمر صحفي لنقل وقائعي مع رئيس الوزراء السوداني، فننقل هذا المؤتمر. كانت للشعب السوداني ناشدتهم في الحفاظ على التماسك والوحدة، والرسالة الثالثة والأخيرة كانت للمجتمع الإقليمي والدولي لمساعدة السودان والوقوف بجانبه في هذه المحنة. حقيقة تابعتم أمس واليوم، ما زالت هذه الحرب اللعينة تقضي على الأخضر واليابس. أيضا السبب الرئيسي بعد نداء الأمس الذي جعلني ألتقي بكم هذا المساء، تتابعون الوضع الإنساني الكارثي في السودان، معاناة الإنسان السوداني في ظل هذه الحرب. أصلا المعاناة كانت موجودة من اقتصاد منهار متدني، نقص في كل الأشياء، في الغذاء، في الدواء، تفاقم هذا الوضع بشكل أكبر في ظل هذه الحرب. هنالك انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، المياه إلى آخره. لذلك أنا وددت ألتقيكم اليوم لأكرر ما قلته بالأمس، يجب أن تقف هذه الحرب اليوم قبل غد لإتاحة الفرصة للشعب السوداني بكل مكوناته ليعود لمسار الانتقال الذي بدأ من أكثر ما من 3 سنوات. أيضا لن أمر تكرار يظل السلام هو الخيار الوحيد المتاح للشعب السوداني لتفادي الانزلاق للحرب الأهلية. كلنا تابعنا مآلات الحرب الأهلية في مناطق كثيرة من إقليمنا في العالم العربي والأفريقي. يجب أن نتفادى ذلك، وما زالت الفرصة متاحة. يجب أن نتفادى ذلك وما زالت الفرصة متاحة لتفادى هذا الوضع الكارثي. لذلك نطالب بوقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات تؤدي إلى الوقف الدائم للعداءات. في أقل تقدير يجب أن نعمل على قيام هدنة تسمح بخلق ممرات آمنة، تسمح للمواطنين بأنهم يقضوا حاجاتهم في الدواء والعلاج والمستلزمات المعيشة من غذاء إلى لغير أننا كسودانيين نقعد مع بعض في حوار يؤدي لحل مرضي لكل فئات الشعب السوداني. أنا بركز على كلمة حوار، تفاوض مفضي لاتفاق. في تاريخنا القريب في خلال كم 60 سنة الماضية، أعظم الأشياء تحققت في هذه الفترة عندما أجمع الشعب السوداني بكل قواه الحية. هذا الإجماع الفريد حقق استقلال السودان في 56، أسقط الدكتاتور. الإجماع الفريد حقق استقلال السودان في 56، أسقط الدكتاتورية الأولى في 64، في 85، وأيضا في هذه المرة في 2019. لذلك لا يوجد بديل للحوار إلا الحوار. أنا أيضا من هذا المنبر
أناشد وأدعو لرفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني، ولذلك ندعو المجتمع الدولي لممارسة دور إيجابي لدعم عودة الحوار السياسي. وأيضا أكرر الدعوة لقيادة الجيش وقيادة الدعم السريع للجلوس فورا في مفاوضات تؤدي لمعالجة وحلحلة الخلافات التي أدت لهذا الوضع. أيضا قبل أن أختم هذه المداخلة، أدعو الدول العربية والأفريقية والشقيقة لمساندة الشعب السوداني الذي يمر بظروف إنسانية صعبة جدا تتطلب تضافر جهود كل المجتمع الدولي في هذه المهنة. وفي هذا الإطار سوف أبذل كل الجهد للمساعدة في هذه العملية. سوف أقوم بإجراء اتصالات بكل العواصم لتشجيعهم على التحرك على وجه السرعة لتقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة للشعب السوداني ومساعدته في هذه المحنة. أختم بعبارات زعيمنا الأفريقي نيلسون مانديلا عندما قال: سهل جدا إنك تهدم وتكسر، الأبطال هم من يبنون ويصنعون السلام. شكرا جزيلا. معك هاني موعد من تلفزيون دبي، برأيك هل مع هذا الاختطاف الحاصل اليوم في السودان هذا الاتفاق الإيطالي انتهى؟ وهل هناك فعليا أيضا مبادرة سودانية لحل الأزمة في السودان اليوم؟ سؤالي هل يمكن الامور في نظرة التطورات الحاصله منذ الامس حتى اليوم في السودان، هل يمكن ان نقول الامور خرجت عن السيطره ام ان هناك مساحه للتفاوض واسكات صوت الرصاص؟ والمكون المدني لاي مدى يمكن له ان يتدخل الى جانب طبعا الجهود الاقليميه والدوليه لمساعده هذه الاطراف المتصارعه لوقف الحرب؟ شكرا. نعم معالي، بالنسبة لخبرتك انت مع الطرفين، عفوا الاسم ولا انا عفوا اول مصطفى ريدين بزنس، مع معرفتك انت وخبرتك الطرفين المتصارعين الان في السودان، ما هي الحلول الفعلية بعد المطالبات بالحلول الصيفية من الطرفين؟ عبد الرحمن الفارسي سكايز عربية. سيد حمدوك، هل أجرت اتصالات مع البرهان ومع حميدتي من أجل وقف الاقتتال؟ ثانيا، هل هناك أي تنسيق مع الأطراف المدنية داخل السودان من أجل الخروج بورقة أو بمقترحات من أجل الانتقال إلى المرحلة التي تلحق عملية الاحتراب داخل خرطوم وفي أطراف أخرى من السودان؟ تفضل. مرحبا عليك، محمد الوليدي من التلفزيون ابو ظبي موجود هنا. اوكي. تحياتي. بعيدا عن الامال والتطلعات والامنيات سيد حملوك، يعني من خلال خبرتك الطويله في العمل الحكومي، ما هي الخطوات العمليه
للخروج من هذا الصراع الدائر، خصوصا وان الصراع وصل الى معركه، وهذا دليل ومؤشر ايضا على ان هناك الطرفين وصلا الى طريق مسدود، فما هي الخطوات العمليه للخروج من هذه الازمه معالي؟ برنامج الجزائر العالمي اعلن تعليق مساعداته اليوم بعد مقتل 3 من الافراد، ما هي رسالات للمؤسسات الدوليه وتاثير ذلك على الوضع الانساني في السودان؟ مصطفى سالم سي ان ان، هل دور السلطات المدنيه مهدد بالانتهاء في السودان في الوضع الراهن؟ نعم. دور القوى المدنية مهددة بالانتهاء في السودان في الوضع الراهن؟ مرحبا دكتور عبد الله، معك محمد العجمي من الشرق للأخبار. بستفسر انه في اخبار عن مبادره مصريه سعوديه، فهل هناك لديكم معلومه عنها، وهل هناك سعي لتوحيد مبادرات التهدئه، وما هي تحركاتك خلال الفتره المقبله؟ هل ستتوجه لعدد من العواصم؟ شكرا جزيلا. اعتقد يعني اكيد اسئلتكم هي بتغطي يعني كل تقريبا الازمه الحاصله في السودان، وبتتفقوا معي انها فيها تداخل، يعني تقريبا الازمه الحاصله في السودان وبتتفقوا معي انها فيها تداخل، يعني الاسئله يعني فيها اوفرلاب بين الاسئله وكده. فانا التكت وانا في الحضر تلفزيون دبي، الاتفاق الاطاري انتهى. هل هنالك مبادره سودانيه لحل الازمه؟ ونفس السؤال تكرر عده مرات. اعتقد الاتفاق الاطاري هو جاء كجهد استمر لشهور طويلة. أنا لا أعتقد أنه انتهى، بقدر ما أنه أعتقد أنه زي ما أنا ذكرت في المداخلة تظل إمكانية العمل المشترك بين السودانيين والحوار السوداني سوداني هي البوصلة التي تقود للحلول المستدامة. بهذا المعنى يظل هو جهد أكيد نبني عليه، نشوف شنو الممكن يعني يتم تحسينه فيه. السؤال الثاني من العين الإخبارية، هل خرجت الأمور عن السيطرة؟ وقف الحرب ودور المجتمع الدولي. شوف، الحرب دائما قرار إشعال الحرب ممكن تمتلك القيادة، لكن قرار وقف الحرب يظل مرتبط بما يحصل على الأرض وفي الميدان، ويظل محكوم بعوامل كثيرة جدا. أنا ما أفتكر بقدر ما نحن شاعرين بانه هنالك ازمه وهنالك يعني دمار شامل حقيقه في تاريخنا من بعد الاستغلال الى اليوم، ما حصل نحن واجهنا ازمه بهذا الحجم. نتمنى انه ما تخرج الامور عن السيطره، وما زالت إمكانية إننا
يعني نعطي الحل السلمي فرصة، تظل هذه الإمكانية متاحة وموجودة بمساعدة الأشقاء وكل الناس المحبين والأصدقاء السودان، نستطيع أن نحشد الدعم اللازم لنخرج من هذا النفق. أفتكر الراديو بيزنس ده نفس السؤال، يعني نفس الكلام عن هل الأمور خرجت من السيطرة. سكاي نيوز، هل أريت اتصال مع الطرفين وهل هنالك جهود مبذولة في هذا الإطار؟ أنا تواصلت مع الطرفين في اليوم قبل اندلاع الحرب، وفي يعني مكالمات طويلة تحدثت معهم بإسهاب إنه خلونا نقلب خيار الحوار والعمل السلمي. الطرفين أكدوا لي إنه هما ما حيبدوا الحرب، وإنه ده ما خيار بالنسبة لهم. طبعا كلنا شاهدنا إنها بعد ذاك اندلعت الحرب إلى آخره، فبيبقى الاتصال ما قبل الحرب ما عنده معنى. الحرب بدأت أمس، يعني أكيد تكونوا من الناس مقدرين جدا إنه في صعوبة كبيرة جدا في التواصل مع القيادات اللي في الميدان كده، لكن أنا ستيل يعني حابذل كل الجهد في إنه أتواصل مع الناس اللي حولهم معهم، هم متى ما أتيحت الفرصة سوف لن آل جهدا في ذلك. خطوات العملية الخروج من هذا الصراع طريق مسدود. ستيل أنا يعني متفائل، I'm a born optimist. تخيل إنه مهما نشوف من يعني انسداد أفق وظلامية إلى آخره، تظل باستمرار هنالك إمكانية للجلوس ومعالجة هذه المسألة. يعني نحن شفنا في تجارب كل الشعوب في الدنيا، ما دارين نمشي في نفس الطريق اللي حصلت فيه يعني مآسي ودمار، حصلت في أوروبا، حصلت في مناطق كثيرة في العالم العربي، في أفريقيا، في آسيا إلى آخره. أعتقد أي كلام عن إنه نحن وصلنا لطريق مسدود ما صحيح. تظل إمكانية إننا نقدر نعالج هذه المسألة، وده بيتم بمشاركة الأصدقاء والأشقاء وبقيادة الداخل السوداني. نساعد هذه العملية. الـ WFP أوقف المساعدات، وما هي يعني الرسالة للمجتمع الدولي؟ حقيقة يعني هو أمر مؤسف جدا. ترحم على الثلاثة أشخاص الذين فقدوا أرواحهم من الدعم السريع، وأكيد الحرب هي ما بتفرز يعني الوطني ولا الأجنبي إلى آخره. دعم WFP أوقف المساعدات بتاعت نتيجة للتعرض أفراد منهم ل يعني ما تعرضوا له. نحن نقدر ذلك، لكن نتمنى إنه تتحسن الظروف، مش WFP، كل القوى الخيرة اللي ممكن تساعد شعبنا تلقى إنه في إمكانية بتاعت إنها تعمل معانا وترجع عشان تمارس دوره. وأنا في 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 نهاية المداخلة، وده أصلاً هذا المؤتمر الصحفي نحن قصدنا به، وإنه نناشد الأشقاء وخاصة في الدول العربية لمد يد العون للشعب السوداني في محنته هذه. لذلك نتمنى من المجتمع الدولي إنه هذه المآسي ما تسمح بإنهم يتوقفوا تماماً عن مد يد العون. CNN، دور القوى المدنية مهدد بالانتهاء في الوضع الراهن.
لا أعتقد ذلك. الدور المجتمع المدني في كل قواه الحية، اتحادات، نقابات، أحزاب سياسية إلى آخره، راسخ وعنده جذور عميقة جدا في تربة السودان. احنا يعني مؤسساتنا في القطاع المدني يعني عمرها أكثر من 50-60-70 سنة، تدربت ونشأت على النضال ضد المستعمر واستمرت في كل العهود، ناضلت و يعني يمكن أتقنت فن العمل في كل الأبس أند داونز اللي بيتعرض لها الشعب السوداني. لذلك أنا ما عندي خوف إنه المجتمع المدني دوره حيتهدد أو ينتهي. هذه يعني ممكن نسميها دب أو تراجع بسيط، نحن بنسميها بالدارج السوداني للعتر اللي بتصلح المشي. فأكيد سوف ينفتح الطريق واسع من جديد ليسير فيه الإنسان الحر كي يبني مجتمع أفضل. نستعين عبارات سلفادور اللندي في 73 عندما هدم عليه المغر الرئاسة إلى آخره. ما أفتكر في خوف على المجتمع المدني لأنه والانترنش ودوره راسخ وعميق، فبيظل موجود. في آخر سؤال عن مبادرة مصرية سعودية، أنا حقيقة شفت مناشدات لكن ما أعتقد في حاجة كونكريت مبادرة ممكن نسميها سعودية مصرية أو مصرية سعودية. أتمنى ذلك، أتمنى أن الإقليم يعني يساهم معانا في حل حالة هذه المسألة، وأنا أفتكر في إمكانية للمسألة دي، وخاصة يعني نحن بنشهد في هذا المجال انفتحت إمكانيات كبيرة جدا في حلحلة قضايا ما كنا نعتقد أنها ممكن تحل في هذا الزمن. يعني الرابروشمان الحاصل بين السعودية وإيران، المجهود الكبير جدا بقيادة الأمارات السعودية في حلحلة القضايا اللي استمرت لفترة في اليمن، رجوع سوريا للمحيط العربي، دي كلها يعني glimpses of hope. نتمنى أن السودان ما يكون هو النشاز في هذا المناخ، ونعتقد بدعم الأشقاء والأصدقاء ده ممكن، ممكن تساعدونا في أنه نمشي في نفس الترند اللي أساسا ابتدى يخلق مناخ بتاع عافية وتصالح في إقليمنا. شكرا جزيلا. So the fight between both sides, is this marking the end of the democratic transition? So that you said the winner of this round is a loser. But if a winner does come out of this, right, civil power is worried of being completely sidelined. And how dangerous is the current situation to the future of Sudan? I think it's probably a similar question to the one I answered in Arabic. As I said, the civil society, the civilian work is deeply rooted in the Sudanese soil. It goes back to 60, 70 years. I think our struggle against the colonial rule was essentially a struggle for democracy and good governance. I think relying on such a very rich heritage, I don't think there is any fear that the civilian work will be totally destroyed and the civil work will disappear. It's a dip, it's a reversal, I think it will be very temporary. إذن تابعنا كلمة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، والتي ناشد فيها جميع الأطراف في السودان إلى وقف القتال، وأكد أن المنتصر في هذه الحرب هو خاسر، وأضاف أنه يطلب من الجيش السوداني وميليشيا قوات الدعم السريع
يطلب منهم إنهاء المعارك، وأكد أن الحوار هو الوحيد وهو الحل الوحيد للأزمة، ودعا أيضا المجتمع الدولي إلى لعب دور إيجابي في تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة في السودان. واختتم قوله بأنه سيقوم بإجراء اتصالات مع كل العناصر الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية ومساعدتهم في هذه المحنة. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن، تنضم إلينا إذن من واشنطن وفي تطور جديد، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 3 موظفين أمميين في السودان. وأدان غوتيريش تعرض أبنية للأمم المتحدة في عدة مواقع بدارفور للقصف، فيما أكد مواصلة الاتصالات مع القادة الإقليميين لإيجاد مخرج من الأزمة السودانية. ودعت مصر أطراف النزاع الجاري في السودان إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية حقنا لدماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات حفاظا على سلامة واستقرار البلاد. وخلال بيان لوزارة الخارجية، عبرت مصر عن أسفها الشديد وخالص عزائها لسقوط ضحايا ووقوع إصابات بين صفوف الأشقاء في السودان، سواء من العسكريين أو المدنيين جراء المواجهات العسكرية الجارية. وأكدت مصر على أنها لن تألو جهدا في القيام بالجهود اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة. كما شدد بيان الخارجية على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية في السودان، وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية المصرية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس سالفا كير خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية، وأكدوا على استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بدور الوساطة بين الأطراف السودانية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين تناول مستجدات الأوضاع في السودان، حيث وجه الرئيس المصري ورئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان. وناشد الرئيسان الأطراف السودانية بتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.
للمزيد من المعلومات والتفاصيل تنضم إلينا من واشنطن فاطمة غزالي الصحفية السودانية. مرحبا بك سيدة فاطمة، تابعنا المؤتمر الصحفي لحمدوك والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحدث أيضا عن مدى خسائر الحرب والأوضاع التي يشهدها السودانيون. احتمالات تجاوب الأطراف السودانية مع هذه الدعوة، كيف تريها؟ شكرا جزيلا القاهرة الإخبارية. الرحمة والمغفرة للشهداء وضحايا هذا النزاع المسلح، عاجل الشفاء للجرحى وعودا آمنا للوطن في حضن السلام. يعني حقيقة يعني هذه الأوضاع الآن أوضاع مؤسفة، ودعوة رئيس الوزراء يعني حقن الدماء والوقف الفوري لإطلاق النار، هذه دعوة عقلانية وينبغي أن تجد استجابة من الطرفين، لأن هذه الحرب يدفع فاتورتها المدنيين، والشاهد على ذلك الأرقام المتزايدة للضحايا والأرقام المتزايدة للجرحى. سيدة فاطمة، هل هناك إمكانية لخفض التصعيد برأيك؟ في حالة يعني إذا كانت هنالك إرادة من الطرفين في خفض هذا التصعيد، ولكن هذه الإرادة ينبغي أن تتبعها يعني جهود دولية كبيرة يعني تجبر الطرفين على القبول للجلوس على طاولة الحوار، لأن حوار البندقية لن يؤدي إلى أي نتيجة مهما طالت أمد النزاعات المسلحة، تنتهي بالحوار والوصول إلى حل سلمي. حمدوك دعا أيضا المجتمع الدولي إلى التعاطي بإيجابية مع الأزمة السودانية سواء سياسيا أو إنسانيا، ما الدور الذي يأمله السودانيون في هذا الشأن؟ أعتقد أن الدور الأول الكبير ينبغي أن تتخذه المنظمة الأممية مجلس الأمن الأمم المتحدة، لأن لديهم قرارات، لديهم شرعة قانونية دولية، لديهم قوة في أن يفرضوا السلم بقرارات دولية ينبغي أن يستجيب لها الطرفين. هنالك دول أيضا لها تأثير على المشهد السوداني، سواء كانت دول الغرب، دول غربية وأمريكا، بجانب بعض الدول العربية التي يعني دخلت في المشهد السياسي السوداني منذ ثورة ديسمبر المجيدة. نعم، لكل مصالحه في السودان، وكل يعني لديه ما يراه في السودان، ولكن أيضا خلقوا علاقات مع الطرفين. أيضا هذه الدول ينبغي لها أن أيضا تلعب دورا في هذه المرحلة، لأن الحرب في السودان تعني الحرب في المنطقة وتعني الحرب في الإقليم. يعني تتأثر بهذه الحرب لا شك مصر، إثيوبيا، تشاد، كل دول الجوار ستدفع الفاتورة مع السودان في هذا النزاع المسلح، سواء كان من ناحية يعني مطلوبات إنسانية، من ناحية بعد يعني معلوم أن إذا اشتدت هذه الحرب وشملت كافة السودان سيكون هنالك وضع إنساني سيء، تضطر دول الجوار أن تلعب دورا في هذا. إذن سيدة فاطمة، كيف يمكن إقناع المتقاتلين بتغليب لغة الحوار؟ هذه طبعا في ظل هذا التشنج وتمسك كل طرف بموقفه وادعاء كل طرف بأنه يسيطر على المناطق الاستراتيجية في الخرطوم وفي مدن أخرى، يجعل من الصعوبة بمكان في هذه الساعات أو غدا أن يكون هنالك يعني تحول سريع. اللافت أنه هنالك استجابة
الدعوة الأممية بشأن الهدنة التي تستمر ثلاث ساعات من أجل أن يعني يصل الجرحى إلى المستشفيات وأن يصل أيضا تصل الكوادر الطبية إلى المستشفيات لمعالجة الجرحى. يمكن أيضا للأمم المتحدة أو مجلس الأمن يعني في جلسة طارئة يفرض على الطرفين أن يجلسا للحوار، وأن هذه الحرب خطيرة جدا لأنها في قلب العاصمة، العاصمة السودانية خرطوم. صحيح السودان دخل في تجارب حروب ولكنها كانت في مناطق طرفية، والآن نعلم أن العاصمة القومية مكتظة بالسودانيين الذين يعني جاءوا إليها لأسباب مختلفة وأصبحت ممتلئة بالشعب السوداني. ونحن يعني روح وحدة، فقد الروح السودانية وحدة تعني الكثير. ناهيك من أن تستمر هذه الحرب، وكل ما استمرت كل ما ازداد عدد الضحايا القتلى والجرحى. إذن سيدة فاطمة، كيف يمكن للمجتمع الدولي والدول الإقليمية للمساهمة في مواجهة هذه الأزمة وحلها؟ هي طبعا إطلاق مبادرات يعني قوية تكون مدعومة بدول لديها تأثير على المشهد الدولي. أمريكا لديها دور، فرنسا، بريطانيا، بعض الدول العربية لديها علاقات كما ذكرت متميزة مع القيام مع يعني مع الرجلين، مع البرهان ومع محمد حمدان دبلو أيضا، فيمكن أن تساهم. هنالك مبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت، يمكن أيضا أن يعني تجمع هذه الجهود الدولية وأن يكون هنالك موقف واضح قوي. للأسف حتى الآن الموقف الدولي أغلبه إدانات وتعبير عن القلق، ولكن لم نرى موقف حاسم أو قوي تجاه هذه الحرب. لم تري حلول تقصدي. سيدة فاطمة، الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه يواصل اتصالات بالقادة الإقليميين لإيجاد مخرج بالسودان. ما الدور الذي من الممكن أن تقوم به الأمم المتحدة في حل هذا الأمر؟ طبعا الأمم المتحدة لديها شرعة دولية ولديها قوانين ولديها قرارات يمكن أن تفرضها على الدول، يعني هذا معلوم أن الأمم المتحدة لديها قرارات تتخذها عبر مجلس الأمن، ترفعها لمجلس الأمن أيضا وتتخذ قرار. يعني لا نتمنى أن يعني أن يذهب السودان إلى القرارات التي يعني تضعه في موقف صعب، ولكن ينبغي أن تكون هنالك مواقف أممية واضحة من الطرفين وتجبر الطرفين على يعني إيقاف صوت البندقية سريعا. يعني هذه مسؤولية السلم والأمن، مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. نعم تفضلي أكملي. نعم قلت أن مسؤولية الأمن والسلم الدوليين مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن. يعني سيدة فاطمة، هل يمكن أن تستجيب الأطراف في السودان لأي محاولات دولية لحل الأزمة؟ نعم يعني ممكن أن تستجيب، ولكن هذه المرحلة أعتقد أنها أحيانا تكون في ظل النزاعات المسلحة مشروطة. يعني إذا هنالك منتصر وهنالك يعني مهزوم، مع أن الطرفين السودانيين وليس هنالك منتصر ومهزوم، ولكن لو فرضنا وفقا لمعطيات العلم فض النزاعات، السلام فض النزاعات، إذا كان هنالك منتصر سيفرض شروطه وتكون هنالك تنازلات من الطرف الآخر، ولكن إذا كان هنالك توازن في القوة لابد أن توازن في القوة أو توازن في الضعف لابد أن يكون هنالك تسوية سياسية، كل يقدم تنازلات. ما هي وسائل الضغط التي يمكن للمجتمع الدولي أن يستخدمها لفرض حل ما؟ أول حاجة وسيلة الضغط التي ينبغي أن يتحدث عنها المجتمع الدولي الوضع الإنساني، وأن حرب هكذا في قلب العاصمة
يعني وضحيتها المدنيين يعني باختصار شديد. واضح انه الارقام المتزايده من القتلى والجرحى شاهد على ذلك. هنالك كما ذكرت لك يعني ان هنالك قرارات بتتخذها الامم المتحده ومجلس الامن، يعني معروف انه كثير من النزاعات حسمت بقرارات ايضا دوليه، لكن الاراده السياسيه للطرفين مهمه في المقام الاول. ينبغي للطرفين ان يكون عندهم استعداد للجلوس للحوار، ولكن معروف ان المجتمع الدولي يستخدم العصا والجزره في كثير من القضايا. يمكن ان يستخدم العصا ويمكن ان يستخدم الجزره في ان يجبر الطرفين على الجلوس للتفاوض، وسبق ذلك تاريخ السودان في اتفاقيه السلام في عام 2005. كانت يعني الطرفين إذا كان مؤتمر وطن الحركة الشعبية وصلوا إلى اتفاق السلام الشامل بضغوط دولية من أمريكا ومن دول التريكا. يعني فمعلوم أن المجتمع الدولي أيضا لديه يعني ما يستخدمه في مسألة إجبار الطرفين على المضي في مسألة الحوار. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، ومشاهدينا تغطيتنا ما زالت مستمرة. الشكر موصول للسيدة فاطمة غزالي الصحفية السودانية من واشنطن، ومستمرين معكم في التغطية وما يحدث في السودان مع الزميل أحمد أبو زيد.